ايه هو سيف الحياء، وازاي ان التصرف لو اتعمل بسيف الحياء ده يبقى حرام؟ طب ما تيجي الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول صلى الله الله صلى عليه الله عليه حبيبي وسلم وبعد. مصطفى. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. هو الاول تعالوا نعرف يعني ايه حياء، وبعدين ندخل على الموضوع عشان نعرف الناس المساله. اولا هو قضيه ان الحياء رؤيه الآلاء مع رؤيه التقصير، رؤية نعم الله عز وجل مع رؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الإيه؟ تسمى الحياء، كما قال الجنيد عليه رحمة الله. والحياء نوعان أو قسمان، قسم جبلي يعني جبل الإنسان عليه، وقسم مكتسب. الإنسان ممكن إيه ما يبقاش عنده حياء، لكن بيحاول بقدر الإمكان إن هو يكتسب الصفة دي لغاية لما يتخلق بها. وربنا تبارك وتعالى قال قد أفلح من زكاها وقد خاب إيه من دساها. والحياء لما نيجي ده نتكلم على أقسامه، فأقسامه كتيرة جدا، منها حياء الجناية كما فعل حياء آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة، ثم بعد ذلك استحيا من الله عز وجل، كما عند أحمد في المسند أن آدم لما أكل من الشجرة وظهرت له عورته، كان آدم رجلا طويلا كأنه نخلة سحوق، نخلة سحوق، وسيدنا آدم كان طوله حوالي 60 ذراع، كم 60 ذراع؟ الذراع بحوالي 46 سنتيمتر. الأجسام كانت عمالقة زمان يعني في أول الخلق. بنتكلم في 26 متر تقريبا، حاجة كده يعني، كأنه نخلة، اللي بتقول كأنه نخلة سحوق كثيرة شعر الرأس. فلما ظهرت العورة وكان لا يراها قبل ذلك جري، فشجرة من شجر الجنة أخذت من شعر رأسه، فقال أرسليني، قالت لست بمرسلتك. فناداه الله عز وجل يا آدم أمني تفر، قال أستحيك يا رب، يعني قال وكذلك المؤمن إذا أذنب ويستحي من ربه تبارك تعالى يعلم أين المخرج، فالمخرج في التوبة والاستغفار لله سبحانه تبارك وتعالى. ومنها حياء التقصير كحياء الملائكة، اللي هو يقول له يا رب ما عبدناك حق إيه، ما عبدناك حق عبادتك. لكن على آية حلوة يعني أقسامه كثيرة جدا ذكرها ابن القيم رحمه الله في 10 أقسام كما في مدارج السالكين. لما نيجي هنا نقول الحياء، هو الحياء هو من شعار هذا الدين، فالحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. هنا بقى النقطة وندخل على الموضوع، الحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بإيه؟ إلا بخير، فلا يأتي بباطل أبدا على الإطلاق. يعني الإنسان اللي بيعمل حاجة ينظر هل هي خير ولا مش خير، ولذلك احنا لما نتكلم نقول لا حياء في الدين كلام باطل، ما عندهاش كده، بل الحياء من الايمان، الحياء من الدين. قال النبي عليه الصلاه والسلام جعله شعب من شعب هذا الدين، قال والحياء من الايمان. والحاجه الثانيه ان الحياء والايمان جعل في طلق واحد، فاذا ذهب احدهما ذهب الاخر، يعني الحياء والايمان حاجه كده واحده، لو حاجه اتثابت الثانيه تروح على طول، فما ينفعش ان هم يفترقوا ابدا على الاطلاق. فلا إيمان لمن لا حياء له، يبقى هو احنا بنتكلم كده ما نقولش بقى لا حياء في الدين. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هو ده القضية، إن الله لا يستحيي من الحق. والرجل لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وهو يعظ أخاه من الأنصار في الحياء، يقول له يعني بلاش تستحي، ده الحياء ده هو للنساء بس وبتاع، فقال النبي دعه فإن الحياء من الإيمان. إذن الحياء من الإيمان، بس الحياء ده بيجيب ايه؟ بيجيب خير، ما يجيبش شر ابدا. يعني هل انا وانا شايف حاجه كده اقول لك والله الالم اللي في ايدك او مش عارف الساعه اللي في ايدك او مش عارف ايه اللي في ايدك دي عجباني ما تجيبها، وانت عارف اللي انا هستحي واعطيها لك، ايه حكمه؟ قالوا كده ما اخذ بسيف الحياء فهو باطل، ده حكمه قالها يعني العلماء اللي بيقولوا الكلام ده، ما اخذ بسيف الحياء فهو باطل. وبعدين انت بتاكل اموال الناس بالباطل، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وبعدين عندي كمان الحديث بتاع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، يبقى أنا نفسي إيه؟ نفسي راضي. لكن أحيانا كده الناس بتقعد في قعدات كده غريبة ويبدأ يقول لك آه والله حلو الألم ده، ما تدهولي، فأنت غصبا عنك أنت بإيه بتدهولك. ولذلك صرح سادتنا الشافعية أن هذا حرام، أن هذا باطل يعني لا يجوز، وذكر وده موجود حتى في كتب السادة الشافعية، وذكر ذلك موجود في كتب الموسوعة، في الموسوعة الفقهية الكويتية يعني. فإحنا يا جماعة لا، اللي إحنا نبقى قاعدين كده أو واحد مثلا بيبقى اتنين بيتقسموا مواريث أو بتاع، وفي بنت فالبنت تستحي، خدي بقى زي السؤال اللي جالنا قبل كده، خدي فلوس وبلاش الأرض فتستحي. لا يا جماعة لا يجوز شرعا،
لان ما ينفعش ان انت تاخد مال الانسان الا بطيب نفس ايه، الا بطيب نفس. فاحنا لازم نتعلم كده، لان احنا للاسف بقينا في عندنا في قعداتنا كده قعدات غريبه. والله يبقى يدخل البيت فيشوف حاجه يقول عجباني الحاجه دي هاخدها بقى، لا احرجه يقول له لا مش هتاخدها، انت يعني انت بخيل، قول له اه انا بخيل بس مش هتاخدها عشان انت ما عندكش دم. ما ينفعش ياخد حاجه مش بتاعتك، عيب. بابا ما علمناش كده يعني. فهو ده المعنى، ان يا جماعه لا ما ينفعش ان انا اخد حاجه مش بتاعتي، ولو اخدتها بغير طيب فانت بتاكل مال الناس بالباطل بالطريقه دي، وهذا لا يجوز اصلا في شريعه الرحمن جل وعلا. فانت عشان الراجل ده بيبقى حيي، فممكن يعني شايف نفسك اللي هي الفهلوه اللي انت بتحرجه يعني، طيب كويس، ما انت هتاكل في بطنك نار يعني، انت ايه اللي انت عملته ده؟ لكن احنا عاوزين يبقى عندنا بقى ايه الشجاعه، اللي انت تقول لا، قول لا، ما مش هينفع انت كده، بس هيزعلوا مني، يزعلوا مش بدل ما ياخدوا الحاجه واتقهر انا يعني، ما انا اللي هتقهر في الاخر يعني، ياخدوا الحاجه وانا اللي هزعل. فلا يا جماعه، بنقول ما ينفعش ان الانسان ياخذ مال اخيه الا برضا من، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، لا يحل، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس ايه، الا حلال الا لو طبعا طبعا. وبعدين نحط دي جنب ان الحياه لا ياتي الا بخير، اللي انت عملته ده خير ولا مش خير؟ لا عمره ما كان خير ابدا على الاطلاق. يعني احيانا كان يجي الناس عندي كده ويقول لي ايه، والله الكتاب ده انا تعودت ده بقى خلاص يعني، انا لما عندي مثلا نسخه الامام البخاري، صحيح البخاري فتح الباري شرح البخاري، فعندي مجلدين حد خدهم ونسيت مين اللي اخد وما جابهمش، فالنسخه كلها راحت مني. فهضطر ان انا اشتري نسخه جديده، فادفع بقى دم قلبي عشان اجيب نسخه جديده. فباقيين الناس بيجي كده فيقول لي، اقول له ما تمدش ايدك على المكتبه يعني بتحرجني، ما تمدش ايدك. طب ابص، طب اخده استعاره، ما عنديش انا استعارات. طب عاوز اقرا، ان شاء الله ما قريت كده يعني. الناس تعودت مني كده خلاص، مكتبتي ما حدش يجي ناحيتها، مالكش علاقه بيا خالص المساله دي، عشان انا مش هتحرج، انا كفايه الحياء، كان عندي حياء فضيعني. فدلوقتي ده يا جماعه فهو ده بقى الكلام، بس ده مش حديث على فكره بالمناسبه، يعني هذا منسوب لكن لا يصح، لكن الحديث الصحيح لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، الا بطيب نفس. نعم. يعني بالرضا. طبعا.